مساء الخير شباب الصبايا، بهيدي الليكتشر بس رح نحل اكسرسايز 13. رح نشوف من خلال هيدا الاكسرسايز الرابط بين الجراف والالجبرا، كيف بقدر استخدم الجراف لحتى حل بعض المسائل بالالجبرا. وكنت سبق وخبرتكم انه للجراف في ابلكيشنز بمجالات متنوعه، منها رياضيه ومنها ما خاصه بالرياضيات مثل بالبيولوجي والكيمستري. اوكي، رح ناخذ الجي هي جروب اوف ان المنتس. شو يعني جروب؟ الجروب هي عباره عن سيت معرفين عليها باينري اوبريشن ستار، بشكل انه الستار از اسوشيتد. الجي هاز نيوترال المنت اي، ليتس سي فور ستار، ذات از اكس ستار اي ايكوال اي ستار اكس ايكوال اكس فور افري اكس ان جي. Each element x and g is invertible, that is, there exists x prime such that x star x prime equal x prime star x equal to e. رح ناخد element a بقلب ال g minus e، يعني رح ناخد element بهالجروب بس منا لنيوترال element، يعني a power 1 ما بتساوي e. ورح اخد ال p هو ال smallest integer such that a power p is equal to e. إذا أخذت element A وأخذت ال P هو ال smallest integer such that ال A P is equal to E, P is at least 3. ال P هو اللي بنقول عنه بالألجبرا ال order of A, the smallest integer such that A power P is equal to E بنسميه ال order of A. محقق properties كثير مهمين، منهم لهم علاقة بالآن، من هون لهم علاقة بال A itself. اوكي، لا الهاف من الاكسرسايز روح برهن انه A power M is equal to E. فاذا اخذت element A الاوردر لل A هو P، بدي برهن انه A power M is equal to E. هيدي هلا بالفصل الثاني بالمات 2205 رح تبرهنوها باستخدام algebraic tools. رح نبرهن مثلا انه ال n بتطلع multiple of p. رح نبرهن اذا a power s is equal to e then p divides s etc. بس بكره لتوصلوا شوفوا وقارنوا البروفز بين البروف اللي حتاخذوها بالمات 2205 والبروف اللي هون، حتشوفوا قديش حلو الشغل والتعامل مع الجراف كونسبتس. اوكي، فاذا دي هو عباره عن لنقدر نحل هيدي البروبلم انه برهن a power n is equal to e رح اعرف دايجراف. فإذا our tool هو الدايجراف. مين ال vertices للدي؟ ال vertices لهالدايجراف دي هن ال vertices للجروب جي، يعني بقلب الدي في عندي A، في عندي ال neutral element، في عندي ال inverse لل A، etc. شو هن ال arcs الموجودين بقلب الدي؟ بقول xy is an arc in D if and only if y is equal to ax. فإذا ال x مين بتعطي؟ ال ax. اوكي؟ So, بس بهيدي الحالة يعني x, y belong to e of t if and only if y equal ax. So, ال x بتعطي مين؟ ax. حسب ال definition ax بتعطي مين؟ a square x etc. a 3x etc. etc. أكيد ال e رح تبين عنا لأنه a power أو الأكس رح تبين عنا ترجع، يعني رح أرجع ليه؟ لأنه A power P عندي إياها بتساوي E. ما رح أسبق الأمور، هيدي القصص حنشوفها بالإكسرسايز. عم بيقول لي بـ part 1 show that الـ out degree للأكس for every X in V of T، الـ out degree هو 1 والـ in degree هو 1. So أي x في عندها out neighbor، بس هال out neighbor is unique. بتجوا بتقولوا لي بكل بساطة إنه x ax belong to e of t by the definition of the set of arcs of t. ال x بتعطي ال ax حسب ال definition implies that d plus ال x على القليلة 1، لأنه لقيت out neighbor of x. وش بده يعني برهن؟ بده يعني برهن إنه it is exactly 1. رح أفترض إنه suppose d plus of x is strictly greater than 1. Then
برينكس Z ان في اوف تي such that Z ما بتساوي اي اكس. فاذا هيدا اوت نيبر اوف اكس اللي بعرفه لحد هلا، اذا الاوت ديجري اكبر ستريكتلي من 1 يعني في اوت نيبر غيره، اند اكس Z belong to اي اوف تي. بس نحن حسب الجيفن، اذا الاكس Z belong to اي اوف تي هيدا بيعني انه Z شو لازم تساوي اي اكس، which is a contradiction and we have this different from AX contradiction to our supposition. Thus, G plus of X is exactly 1. Okay? Now we need to prove that X في عندها a neighbor. This neighbor is unique. As of the definition of the arcs of G, we نعطي هلا X. مين عاطي الX؟ إذا في حدا عاطيها للX فهذا بيعني إنه الX بدها تساوي A لنقول ألفا، A ألفا. بس نحن بقلب جروب بضرب بـ A inverse from both sides، تطلع A inverse star A هي E، على side التاني شو بيطلع عندي؟ A inverse X، فإذا الألفا بتساوي A inverse X. فشو بيجي بقول؟ الX الX هي A inverse. أنا عم أقول star بس star هون هي product. أوكي نحن بنعبر عن any operation in general بنعطيها notation product unless other operation is defined. أوكي A inverse AX. ليش؟ لأنه نحن بقلب group يعني operation associative. أو خليني بلش هيك. هيدي هي A inverse A X يعني E X يعني X. فإذا X الألفا قلنا طلعت A inverse X يعني A A inverse X لأنه نحن associated هي A inverse يعني هي E X يعني هي X. فإذا X هي A رح سميها ألفا. إذا الX هي A ألفا هذا بيعني إنه الألفا بتعطي X يعني A inverse X X belong to E of D. هذا بيعني إنه الـ N degree للX is at least 1. أوكي؟ بنفس الطريقة اللي عملتها فوق similarly أو خلينا نبرهنها. أوكي؟ بينا لو حسبوز G minus lel x who is strictly greater than 1, then there exists Z in V of D such that Z ما بتساوي منا هل in neighbor and Zx belong to V of D. بس حسب ال definition Zx belong to V of D implies that x equal Az. رح أضرب بـ A inverse from the left on both sides يعني Z بيطلع عندي A inverse X equal A inverse AZ equal نحن associative AZ equal EZ equal Z. فإذا Z طلعت بتساوي A inverse X which is a contradiction يعني our supposition is false. D minus the X is exactly 1. Okay. عم بيقول لي هلا نبدا each cycle كل cycle بدي هي circuit. If a cycle exists then it should be a circuit. Okay? Let's see equal V1, V2, etc. Vs as at least 3 a cycle. شو يعني circuit؟ يعني كل أو رح أقول شغلتين حسب ال definition إلنا V1 تعطي V2 V2 تعطي V3 etc. Vs minus 1 تعطي Vs Vs تعطي V1. هيدا هو circuit أو بكل بساطة كل cycle
هي سيركل، إذا ما في عندي 2 consecutive arcs على السايكل بشكل إنه هني جايين بعكس بعض أو نفرين من بعض، أوكي؟ يعني بهذا الاتجاه. ممنوع هودي الشكلين يبينوا عندي between 2 points على consecutive arcs، أوكي؟ يعني كل الاركس إذا هيدي هي سايكل ودي البرتسيس لازم الأورينتيشنز للكل يكونوا لحقين بعض، أوكي؟ ما في 2 consecutive arcs بعكس بعض أو نفرين من بعض، أوكي؟ So كيف بدي برهن إنه هالسايكل هي سيركل؟ كيف بدي برهن إنه كل إذا V1 بتعطي V2، V2 بتعطي V3، V3 etc. أكيد ال V1 وال V2 في بيناتهم arc. يا ال V1 عطي ال V2 يا ال V2 عطي ال V1. Suppose without loss of generality that V1, V2 belong to E of T. هذا بيعني إذا V1 عطيتها ل V2 هذا بيعني إنه V2 عطي V3 ولا V3 عطي V2؟ خير إذا V3 عطيتها كمان ل V2 هذا شو بيعني؟ صار عندها ال V2 two enablers ال V1 وال V3 which is a contradiction إن ال V2 عندها one enabler. فإذا V1 V2 belong to E of T then V2 V3 belong to E of T وأحلى من هيك then VI VI plus one belong to E of T for all I I between one and S minus one and VS عاطية V1 كمان. رح أعمل لها proof by induction. عندنا نحن for I equal 1 it is true V1 عطيتها ل V2 okay. Suppose it is true for M M strictly less than S minus 1 required to prove that V M plus 1 V M plus 2 belong to E of T. شو يعني true for M؟ شو يعني it is true for M؟ يعني V M عاطي V M plus 1 if V M plus 2 تعطيها ل V M plus 1 then degree لل V M plus 1 صاروا وليكو مين صار عامل مين عاطي ال V M plus 1 صارت ال V M وال V M plus 2 عطيتها لل V M plus 1 صار ال N degree لل V M plus 1 strictly greater than 1 a contradiction hence our supposition is false يعني V M plus 1 V M plus 2 belong to E of T. بتقولوا لي انت طب ليش عم تضامني انه في arc بين هال vertices ال V I وال V I plus 1 لانه نحن على cycle أي two vertices في بيناتهم edge في بيناتهم arc. أنا هلأ بس اللي عم بعمله عم حدد ال orientation. لحد هلأ أنا برهنت إنه V1 إذا V1 عطي V2 كلهم بيصير عندي لحد ال VS directed path. شو بعد لازم برهن؟ ال VS هي اللي عطيتها ل V1. افترضوا إنه V1 عطي ال VS صارت ال V1 عطي VS وعطي V2 صار عندها two out neighbors. صار ال out degree ل V1 هو strictly greater than one which is a contradiction. Okay؟ لازم خلينا نكتبها. برهنت by induction إنه ال V1 عند ال VS هو عبارة عن directed path. هلا بتبرهن VS V1. Suppose V1 VS belong to E of T then D plus ل V1 أكبر من 1 عندها V2 وعندها VS which is a contradiction hence VS V1 belong to E of T and so C is a circuit. هلا بيجي حدا بيقول لي طيب بركن
انت افترضت انه ال V1 عطيتها ل V2 بركن عنا فاذا هيدي V1 V2 etc Vs minus 1 Vs طيب بركن عنا V2 عطي ال V1 شو بسرعة بس عشر دقايق اوكي بعتذر كثير فاذا اذا V2 كان عاطي V1 نفس التحليل بجي عند V3 بقول معقول V2 عاطي V3 لا لانه بصير V2 عندها 2 out neighbors سو اجبار V3 عاطي V2 by induction برهن انه ال VI plus 1 هي اللي بتعطيها ل VI اوكي وإذا VS كانت عاطيتها ل V1 شو بيصير عند ال V1 two in neighbors ال V2 وال VS which is a contradiction فإذا V1 عاطي ال VS so لاحظوا شوفوا شو صار عنا صار عنا circuit اوكي هيدي الأمور ما بنوقف عندها نحن عادة بنحل بكفي نحل in one orientation بس للي حب يستفهم عن هيدا الموضوع اوكي part 2 شو عم بيقول لنا عندي باور 2 عم بيقول لي let's see be a circuit show that length let's see is equal to P فإذا باور 2 عندي let's see be a circuit show that length let's see is exactly P حلو بلشت تبين العلاقة بين الدايجراف والجيفن اللي عنا إياه على الجروب. For any circuit بقدر لقيها بالدايجراف لازم يكون اللينكس لقلها exactly P. خليني أخذ circuit. Let's see equal V1, V2, etc. Vs. الأس على القليلة. ثلاثة نحن بقلب simple diagraph. Okay. يعني أصغر circuit أو أصغر cycle هي of length 3 بدي روح برهن أنه الأس شو بتساوي P ركزوا معي سو بما أنه نحن circuit V1 عطي V2 V2 عطي V3 Vs عطي V1 فبش يقول V1 V2 belong to E of T هذي شو بتعني يا جماعة يعني V2 equal A V1 again بما انه V2 V3 بقلب الـ E of D هذا بيعني انه الـ V3 هي A V2 الـ V3 هي A V2 يعني الـ V3 هي A squared V1 and so on etc بوصل لعند يعني الـ V4 هلا شو بده يطلع A cube V1 الـ Vs minus 1 Vs belong to E of T هذا بيعني انه Vs هي A power S minus 1 هي A Vs minus 1 وحسب التعويض اللي بعمله هي A S minus 1 V1 بجي هلا شو عندي؟ عندي Vs بتعطي V1 حسب الديفينيشن ال V1 لازم تساوي A V S يعني A S V1 بما انه بالجروب each element is regular شو يعني each element is regular؟ يعني إذا عندي alpha x equal alpha y then we get x is equal to y هون عندي A V1 لأنه هي بتساوي V1 A V1 equal A S V1 so A S is equal to E هارجع عيد ال V3 هو A V2 للي ما عارف شو صار بس ال V2 هي A V1 يعني ال V3 هي A square V1 again بجي عند ال V3 V4 ال V4 هي A V3 فهذا بيعني انه ال V4 هي A cube V1 and so on لأوصل لل Vs بضلني عوض وامشي على ال definition لل arcs بال E of D بوصل بالاخر انه ال Vs هي As minus 1 V1 بس ال Vs عطيتها ل V1 فإذا ال V1 هي A Vs again by substitution هي As
V1 بس نحن بقلب جروب each element is regular يعني إذا alpha x etc عندي AS is equal to E بس أنا بدي برهن الـ S بتساوي P سو من هيدا الحكي شو طلع عندي؟ طلع عندي الـ VI اللي برهنته أنا هلأ داس VI equal AI minus 1 V1 for every I between 2 and S Okay. VI هي AI minus 1 V1 But C هي circuit C is a cycle هذا بيعني then V1 لعند ال VS are pairwisely distinct مش هيك؟ cycle بتمرق بكل vertex مرة واحدة How the vertices are pairwisely distinct وقفوا شوي خلونا نشوف نرجع نتذكر مين هي ال P الـP هي الـ smallest integer such that a power p is equal to e أصغر integer such that a power p is equal to e كيف بدي أستخدم اللي وصلت له لبرهن إنه الـ S بتساوي P الجواب موجود قدامكم على اللوح فكروا شوي معي لتوصلوا للبدنية اللي فهم علي بيجي بيقول لي هلأ بما إنه هو the pairwise distinct بما إنه عندك الـ A الـ VI هي AI minus 1 V1 والـ VI is different from V1 for every I between 2 and S VI هي بتساوي AI minus 1 V1 إذا بما أنه عندي هال 2 given then AI minus 1 is different from E For every I between 2 and S. I between 2 and S. فإذا AI minus 1 ما بتساوي I for all I between 2 and S. That is AI ما بتساوي E for all I between 1 and S minus 1. Okay. So, ليكوا شو صار عندي. صار عندي إنه الـ AI ما بتساوي E for every I strictly less than S والـ AS بيساوي E فإذا الـ S هو الـ smallest integer such that A power S is equal to E and so AS الـ S بتساوي P فإذا مش بقول AS equal E and AI ما بتساوي E for all I strictly less than S then S is equal to P لأنه تعريف P هو the smallest integer such that A power P is equal to E فإذا هيك بكون برهنت إنه each cycle each circuit هي of length P okay عم بيقول لي ببارت 3 شو عم بيقول نشوف بارت 3 عم بيقول لي prove that D is union of S disjoint circuit for some integer S D is union of disjoint circuits. Okay.
of as disjoint circuits. يعني الدايجراف اللي بيطلع عنا هو عبارة عن disjoint circuits عددهم some integer حنسميه S. لما برهن انه T هو عبارة عن هالشكل المعين هيدا هالفورم هالسبيسيفيك فورم لازم برهن اول نقطة انه for every X in D X is in a circuit هي موجودة على circuit. اوكي ولازم برهن انه بين الادجز بين الفيرتيسيز اللي هالسيركوت ما في عندي اركس لانه ببطل هيدا المطلوب انا بقى لازم برهن انه بس سيركوت ما في اركس بيناتهم وما في اركس بيطلعوا لبرات السيركوت disjoint union of circuits اوكي ما في اركس بيطلعوا من سيركوت على سيركوت اوكي كيف بدي برهن أول شيء فإذا ركزوا معي إذا برهنت إنه كل X موجودة على السيركوت so, صار الدايجراف هو عبارة عن مجموعة سيركوتس يبقى عندي بدي برهن إنه ما في arc بيطلع من السيركوت لبرا ما في arcs between the vertices of the same circuit وما في intersection between two circuits لأنه إذا في intersection ببطل في عندي disjoint وعم بيقول disjoint union of circuits so لازم برهن أربع شغلات خلينا نبلش بأول نقطة شو برأيكم؟ لازم هلأ تعرفوا كيف تبرهنوا إنه كل X موجودة على circuit so one required proof X is on a circuit مين هو هالcircuit يا جماعة؟ C equal حبلش من X الX مين بتعطي؟ AX AX مين بتعطي؟ A square X مش هيك؟ A square A cube etc. رح كفي رح ضلني ماشي AP minus 1 X اوكي؟ هلا ال AP minus 1 مين بتعطي؟ بتعطي ال APX so كل ال arcs اللي بين هال vertices هن بهالاتجاه x عطي ax ax عطي a square x ضلني ماشي ap minus 1 x وصلت لعند هالvertex but x is equal to a ap minus 1 x ليه؟ لأنه هيدي هي apx يعني equal to x اوكي؟ هذا بيعني انه AP minus 1X مين بتعطي؟ بتعطي X belong to E of T so شو صار عنا؟ صار عنا circuit فبيجي بقول by the definition of the arcs of D C equal X AX A square X etc. AP minus 1X is a circuit. So هيك بكون برهنت انه كل vertex في الدي هي موجودة على circuit. تاني نقطة. 2 بدي برهن انه between the non-consecutive vertices on a circuit ما في عندي arcs. يعني let's see. Equal V1, V2, قديش طول لقلنا C, VP, بيقى السيركوت بدي برهنه فأزن ما في عندي arcs between two non-consecutive vertices suppose, حفترض انه في suppose there exists I different from J I أصغر من J بين ال1 وال-P sorry, مش أصغر من J I ما بتسمي J plus 1 لا مش هيك فإذا بدي برهن إنه في هيك arc between two non-consecutive vertices يعني J ممنوع تكون ال I minus 1 وممنوع تكون ال I plus 1
Okay. So, في عندي some arc here. شوفوا. إذا ال VI عاطية ال VJ صارت ال VI عاطية 2 vertices. ال VI plus 1 وال VJ. Which is a contradiction لأنه ال R degree لل VI is equal to 1. وإذا ال VJ عاطية صارت ال VI minus 1 عاطية ال VI وال VJ عاطية ال VI صار ال N degree لل VI هو strictly greater than 1 كمان هيدي contradiction. Suppose there exists I J such that J منا بال I plus 1 ومنا بالI minus 1 and VI VJ هو edge هو arc بس ما بعرف شو اتجاهه then D minus للVI يا بدو يصير أكتر من 1 أو D plus للVI هو strictly greater than 1 which is a contradiction للي ما استوعب الفكرة خليني اكتب احنا ما اقول ما شرحته مظبوط فبيجي بقول if VI VJ belong to EFD then VI plus 1 وال VJ صاروا subset من ال out neighbors لل VI which is a contradiction لأنه صار ال out degree لل VI أكبر strictly من 2 نفس الشيء بحل إذا ال VJ عاطي ال VI سو برهنت هلا أنه كل circuit هو induced يعني ما في arcs زيادة عن ال D زيادة عن ال C بقلب ال D كل ال arcs الموجودين بال C موجودين بال D وكل ال arcs الموجودين بال D بين ال vertices of C موجودين كمان بقلب ال C Okay. Allah, Baba number him. Between two circuits, let C1 and C2 be two circuits such that C1 is different from C2. Required proof one, but this joint union of circuits, C1 enter C2 is equal to phi. After it, Allah. C1 enter C2 هي non-empty. Suppose C1 enter C2 is different from phi. كيف بدي أوصل ل contradiction؟ يعني مثلاً إذا هيدي هي C1, okay. C2 عندي intersection مع ما بعرف خليني أستخدم قلب تاني. عامل intersection مع C1 ما بعرف كيف عملت على هالintersection ماشي عليا ما بعرف قديش اوكي هيدي هي C2 let's say وهيدي C1 كيف بدي اوصل ل contradiction شو باخذ ال وين طلعوا على الرسمه في وين فيكم تطلعوا contradiction بتقولوا لي خذ ال first intersection The first intersection between C1 and C2 هي بتوصلنا لcontradiction ليش؟ لنقول هيدي هي على C1 هي VI خليني أوضحها أكثر let C1 equal V1 لعند VP و C2 equal U1 لعند UP يعني هي VI على C1 وهي UJ let's say اسمها هيدي vertex على C2 بما انه هي ال first intersection اول intersection بين C1 و C2 هذا بيعني انه ال VI plus minus 1 ما بتساوي ال UJ minus 1 بس اثنيناتهم هودي ال neighbors لهال vertex صار ال N degree لإلها strictly greater than 1 which is a contradiction شوفوا شو راح اكتب let X belong to C1 enter C2 such that CV1 لعند ال X يعني رح افترض انه ال V1 هون وال U1 اوكي نحن ماشيين U1 U2 etc هيدي ال first intersection هيدي هي X وال V1 هون وصلنا لعند X اوكي Enter C
U1 X يعني قبل ال X من V1 لعند ال X على C1 بقصان هيدي C1 وهيدي C2 على C1 ما عندي ولا intersection من عند C2 مع C2 و C2 لعند X ما بتلتقي مع C1 إلا ب X okay؟ بقصان أخذت ال X ب C1 enter C2 such that C1 بس نزبط C1 V1 X enter C2 U1 X is X open sorry برات ما بيلتقيو بحدا قبل ال X is equal to 5 لنقول ال X هي VI أو suppose ال X هي VI هي ال vertex VI على ال C1 I between 1 and P for some I between 1 and P وهي كمان UJ على C2 بما انه ال X هي ال first intersection between C1 and C2 هذا بيعني انه VI minus 1 ما بيساوي ال UJ minus 1 thus UJ minus 1 ما بتساوي ال VI minus 1 and so ال VI مش and so but ال VI minus 1 Well, UJ minus 1, how the subset من M minus of X? How the two enablers of X, which is a contradiction? ليش contradiction? لأنه صار عندها X two enablers. لأن degree للX is exactly 1. Okay? So we get a contradiction. بعرف صعب شوي عليكم تفهموها بس ساعدتوا الفيديو أكثر من مرة. أكيد حتستوعبوا اللي عم بحكي بالنسبة لهيدا النوتيشن هسي إذا ما عرف قبل C V1 X يعني من عند V1 لعند ال X لعند ال vertex اللي قبل X دوري أوكي كيف عرفنا sub pass نفس الشيء sub cycle أوكي هلا بدي برهن إنه شو عم برهن يا جماعة ما في arc بيطلع من السيركوت لبرا أو بيفوت على السيركوت من برا. Okay? So, let's see. Equal V1, Vp. And let Y من على C. Okay? Then, Vi, Y doesn't belong to E of GD. ما في عندي edge بين ال VI وال Y for all I between 1 and P. ليش؟ لأنه since otherwise يا D minus لل VI بيصير أكبر strictly من 1 or D plus لل VI أكبر strictly من 1 نفس المشكلة. إذا ال VI عطيتها لل Y صارت عندها out neighbor y منا على السيركوت وعطي already ال vi plus 1 اللي وراها واذا كانت هال vi هي s يعني عطي ال v1 so صار عندها two out neighbors which is a contradiction عندها بس 1 اذا ال y عطيتها ل vi ما ال vi minus 1 عطي ال vi فاذا ال vi صار عندها two in neighbors which is a contradiction so الدايجراف اللي عم نشتغل عليه هو عباره عن disjoint union of circuits هلا صرنا قادرين نبرهن اللي بدنا اياه P divides N. كيف يا جماعة؟ Part 4 show that P divides N. بيجي بقول let C1 CS be the circuits, disjoint circuits or be the set of all circuits in D set of all circuits
عندي مش نحن برهنا انه دي هو عباره عن joint union of circles راح سميهم سي 1 ل سي اس بما انه هن disjoint سي 1 سي اس ار pairwise disjoint يعني ما عاملين intersection مع بعض هذا بيعني انه الكاردينال للفي اف دي هو summation للكاردينال of v of c i من i equal 1 لعند الاس ليش؟ لانه ال v of d هي union c i من i equal 1 لعند الاس اوكي؟ بما انه هن disjoint صار عندي summation قديش في vertices على c i على قد ال length b وقديش عددهم s وقديش عدد ال vertices بالدي ان فاذا الان صارت بتساوي اس بي هيك بكون برهنت انه بي ديفايدز ان اوكي يعطيكم الف عافيه